la fin, je rentre à Montréal. On va attendre. لما كون ممكن بس تصير هونيك تشتغل بيروت وعم بحلم كل يوم حلم انه انا بفيق بلاقي حالي بمونريال عم بمشي بالشارع بصير بخنق ليه لانه انه بتروح على ميزيان وتي مربوطه وما قادر يا الله تفكر نفس تفكيري وهلا وهلا عم تحلم بمونريال بس تروح على مونريال وبعرف انه ايه بعد هذا الاشتياق مش حقيقي الأهم هو الحلم والأهم إنه أثبت إني أثبت نفسي فأنا لحتى حققت حلمي ببيروت كان لازم تنفصلي عن السيستم تبع بيروت السيستم اللي بيقلك إنه لازم تكوني حلوة ولازم يكون معك أحلى سيارة ولازم تسهري كل يوم ولازم كذا ولازم كذا أنا هذا كله لا أمتلكه إنما أنا أمتلك نفسي وأنا حققت حلمي. في حلم تاني بعد؟ عندك بعد أحلام؟ هلا حلم الجاي إني بطل أعمل كوميدي وحلم اللي بعده إني غادر هيدي المدينة. بتعرف إنه كتير حلو اللي عم تعمليه؟ شو عم بعمل؟ كتير حلو اللي عم تعمليه. شو عم بعمل؟ كل البروسس اللي عم تمرقي فيه خمانيوكي اكسبيرينس مش طبيعي. هذا اللي عم بعمله انا؟ يعني حاسس انه رح تصيري مره ما بتتفوت. You're just making me feel happy. No. بعرفك انا. I don't need to make you feel happy. خرام انه هاي الاكسبيرينس حلوه اللي عم تمرقي فيها. هذا التخبط اللي عم تمر فيه بعرف انا وين حلو يعني بس هذا التخبط اللي عم تمر فيه انت اخواني شو حلو يعني عم بتنطنطي بشكل عم تستعملي كل الانرجي تبعك و بس عم تستعملي كلمات انه بتقتل حالك اذا سمعت You think so? لأنه هيدا الفيلم هيدا ولا ال... هيدا اللي مش فيلم بس فيلم يعني بس انه مش فيلم بس انه ممكن يكون فيلم هتقدر يوصل لمحل لذيذ جدا والأبعص من هيك شو رح يكون؟ شو؟ ما رح يلتزوا فيه الا يعني الكاتيجوري من الناس كاتيجوري من الناس رح يجوا يقولوا لك بس هذا نحن اكتوبر That's good. I hope so. I really hope so. شفت قديش محمسة تطلع تيجي الفيلم حلو؟ اخر همك حالك شو عم بصير معي؟ طلع تتخدري بكره تشوفك رح تطلع نتيجة خدر؟ ايه بس من قبل بعض تتخدر I'll remember what you said and I will wait for that day بس yes. I'm thinking deep down مطول الخبرية شوي تتخدري ولا يخلص الفيلم؟ بس تخدر تتخدري؟ يعني هيدا بيطلع هيدا بتصور بطلع بوصل لنتيجة أكيد رح أوصل لنتيجة بس يحضروا رح تتخدر أو لا؟ بذكرك بتذكرني؟ آخ رح تيجي تقولي لي تعبانة من بيروت وبدي فيلم هيك عملت فيلم وحبوا ليك شو عم بيقولوا عنه وكتب عنه هيدا كذا بس أنا بدي فيلم ما بدي فيلم بس حلو كثير حلو كتير انه من اول ما فت انا لهلا صار مارق شي ثلاث افلام ثلاث حالات مختلفه حاله التوتر تبعك حاله الانترفيو تبع الممثل تبعي وحاله الواين مع القصص تبعك يعني صار مارق ثلاث اربع حالات بشغله وحده مع هالجنه شو هاي جيت على بيروت لك شو عملت؟ سختم هلا اورجازم خلص هلا قفلت طز شو ما يصير معي اخر همي لك شو عملت؟ لا طلع طول على التلفزيون لا انشهرت ولا صار شيء بس قعدت لحظات كسخت شو الشغله رائعه